هنا من ملعب حلوان البلد منطقة حلوان، نرسل لكم لقاءات حصرية بين اللاعبين ومدربين المدرب الفني يوم السبت. بطولة موهبتك فعلا بطولة فعلا يعني حاجة محترمة من كابتن صلاح ونيس، واحنا بنحب نشكره كأكاديميات مشتركة في البطولة، وبنقول له ألف شكر على المجهود اللي حضرتك بتعمله، وحضرتك أنت وقائمين على العمل كلهم، عشان بس ما ننساش اسم حد. ان شاء الله باذن الله تكون بطوله رقم واحد في مصر ان شاء الله باذن الله. كانت مباراه كويسه والحمد لله الفرقه كلها لعبت كويس، بس التوفيق ما كانش موجود بقى. الحمد لله المباراه كانت ماشيه بشكل كويس، وبتاع اللعيبه رجاله. الحمد لله احنا كنا بنلعب بس الاداء يعني مش زي اللي كنا بنلعب بيه الماتش اللي فات. لا الحمد لله التعادل كويس، ودي لعبه اول مره تلعب دوري وكلهم اعمارهم السنيه صغيره 2003 و2002 و2001. المباراه والله كانت كويسه الحمد لله، بس احنا ما توفقناش يعني الحمد لله. شفنا مباراه كانت رائعه وممتعه جدا، ويعني الحمد لله على الفوز، وبنهدي الفوز ده لادهم الله يرحمه يعني. هو المباراه كانت صعبه، احنا اتاخرنا بهدفين ثم رجعنا تاني، اتحسب علينا ضربه جزاء وبرده ما استسلمناش. طبعا مباراه كويسه جدا، كنا متاخرين بهدفين، قدرنا في الشوط الثاني نسجل 3 اهداف. والله المباراه عدت باداء جميل جدا، والفريق اللي كنا بنلعبه فريق محترم جدا، اكاديميه اياكس، والحكام قدموا مباراه جميله جدا. اثبتوا لهم رجاله في الملعب، واشكر كابتن رضا نجم المباراه، وكابتن باسم، وكابتن ابراهيم، وكابتن شريف، اشكر اللعيبه كلها. والله هي مباراه ممتعه، بس لولا الخطا بس كنا حاولنا حتى نجيب التعادل، بس يلا وتوفيق من عند ربنا. في سوء توفيق، بس الحمد لله يعني عملنا اللي علينا، واللعيبه كلها كانت رجاله، وقادم احسن ان شاء الله. والله الحمد لله رجالتي عملت اللي عليها، وبرغم نقص العدد اللي عندي، بس الحمد لله عملوا اللي عليهم، وبيلعب فرقه كويسه جدا والحمد لله. الحمد لله الله عملنا اللي علينا احنا، وجون جه غلطه بس بالفرديه، وحاولنا نعوض احنا بس والوقت ما ساعدناش وكده واللعيبه. الله يبارك فيك طبعا يا كابتن تامر. الماتش بصراحه كان صعب، كان كله رجوله، كان كله احتكاكات جامده مع اللعيبه. كانت مباراه صراحه كانت كويسه، وكنا بنلعب كويس، واول مره نلعب في 11. المباراه طبعا كانت سهله في الاول، لما نزلنا الشوط الثاني المباراه بدات تبقى اصعب، والحمد لله قدرنا نجيب هدف. اقول لك كابتن بتاعك شكرا ليك على تمرينك، واديتنا قلب اللي احنا نلعب في الاول. هو الماتش كان صعب في الاول شوط، بس احنا الحمد لله الشوط الثاني نزلنا وعرفنا نجيب جونين ونكسب 3-1 الحمد لله. الحمد لله المباراه كانت معربكه الاول في الشوط الاول، بس الحمد لله الشوط الثاني نزلنا، والحمد لله على الاسيست النهارده والهدف. كانت المباراه حلوه النهارده. والله بحب بس ابارك اللي عاملين الدوره والتنظيم الرائع اللي انتوا عاملينه. اللي احنا هنلعب على الفيرو بتاعنا، ولازم نشجع بعضنا، وما فيش اي حاجه يعني فوز هزيمه. الحمد لله المباراه كانت كويسه، كانت فيها جامد، وكان فيها ضغط، وكان فيها كل حاجه من الحس الفني. الحمد لله النهارده كان في ضغط منافس، بس الحمد لله احنا غلبنا على كده، عشان احنا لعبنا رجاله، كان معانا كابتن راجل. مساء الخير عليكم، وحشتوني جمهور برنامج دنيا الاحتراف. النهارده معانا في الفقره بتاعتنا سر النجاح، معانا مدير تنظيم ميس نايل بنت النيل، وموظف في شركه البترول. معانا ومعاكم الفنان احمد نور. ازيك يا احمد؟ ازيك يا رحيم؟ طبعا انا بعزيك للحاج نور، البقاء لله دوام لله، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا رب. طبعا يا احمد النهارده يعني انا جايباك بصراحه عايزه اعرف سر نجاحك في فتره قليله وانت سنك صغير، عايزه اعرف ايه سر النجاح. والله سر نجاحي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو والدي. والدي كان سبب ان انا اكون موظف قطاع البترول، وكان سبب ان هو واقف في ظهري ان انا ادخل عالم الميديا والتمثيل والايفنت اللي حضرتك حضرتيه دوت، يعني كان واقف في ظهري في حاجات كتير جدا، فاكيد الاب هو سر نجاحي. الله يرحمه ويحسن اليه. وطبعا المشاهدين يا ريت يعني الدعاء للحاج. احمد، كل واحد فينا ليه ظروف خاصه، وبالذات بعد وفاه الاب او الام. هل حياتك ممكن تقف بعد فقدان ابوك؟ والله انا بعد فقدان ابويا بقى عندي مسؤوليه، عندي والدتي وعندي اخويا وعندي حاجات كتير جدا، فانا لازم اكمل في اللي انا فيه، ولازم اي حاجه كان والدي بيتمنى ان هو يعملها وهو عايش انا لازم اكمل
مسيرته ما ينفعش اقف فيها خالص. طبعا انا شايفه صوره الحاج نور الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان دي انا اعرفه معرفه شخصيه جدا، كان حنين، كان اب روحي بجد لكل واحد، مش مجرد ولاده بس، لا الله يرحمه ويحسن اليه، ونتمنى كل المشاهدين يدعوا له. احمد نور، هل انت ازاي هتقدر توفق ما بين حياتك العمليه وحياتك طبعا ما بين حياتك العمليه وما بين الحياه الشخصيه، هتقدر ازاي ان انت تظبط فيها؟ انا حاليا بصي يا رحاب حاطط اي حاجه كان والدي بيتمنى ان هو يشوفني فيها، فانا حاليا بحاول ان انا على قد ما اقدر احاول اكمل المسيره دي، لان هو طبعا عايش معايا بروحه وبصوته وبقلبه وكل حاجه. يعني انا والدي كان حاجه كبيره عندي قوي، انا مش هقول لك انا اكيد اتكسرت بعد وفاه والدي، لان دي وربنا رحمه عشان خاطر قدر يستحمل التعب اللي هو كان فيه دوت، الحمد لله على كل شيء. فانا ان شاء الله باذن الله هقدر اكمل اللي هو كان بيحلم بيه، اللي انا شغال فيه حاليا اللي هو الميديا، هعمل اي حاجه هو كان بيحبها، اي حاجه هو كان بيعملها الحمد لله انا مش هقطعها، هكمل فيها. وبرده الحمد لله يعني برده معرفهم في البيت ان انا يعني مع احترامي الوالد اللي خالي والعمي، اكيد برده مفيش حد يقدر يعوضني عن والدي طبعا اكيد. فانا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان خاطر اخواتي، وان شاء الله انا واقف في ظهرهم في كل حاجه ومش هخليهم محتاجين لاي حاجه باذن الله. طبعا انا عايزاك تقول اي حاجه قبل ما اسال السؤال بتاعنا التاني لاي شاب بيزعل ابوه او بيزعل امه. طبعا انت في موقف، انا عايزاك ان انت طبعا احنا في الحلقه النهارده مش عايزه اشوف الدموع دي، لاني ابوك دلوقتي في الجنه وهو بيفتخر بيك. الحمد لله. اي حد عنده ابن زيك فلازم يكون الواحد يفتخر بيه. تقول ايه لكل شاب بيزعل ابوه او امه بعد فقدانه، ايه اللي ممكن يحصل؟ بص يا رحاب، مفيش حد معصوم من الغلط، كل شاب اكيد بيغلط. اكيد. انا مش هتكسف اقول انا عملت كل حاجه وحشه انت تتخيليها، تمام؟ انا والدي كان بيشيل عني كتير جدا، وفي نفس الوقت كان بيخليني اللي هو يقول لي يعني اتعلم. فانا خلاص من بعد وفاه والدي انا مش هينفع اعمل اي غلط تاني. انا مش هقول لك انا اتولدت من جديد وتغيرت، بس بالفعل انا ندمت عن اي حاجه كنت بعملها، اي حاجه كنت بزعلها عن والدي انا مش هينفع خلاص، لازم معايا والدتي ومعايا اخواتي والوضع معايا اختلف. فانا بقول لاي شاب مع والدته ربنا مع والدته ومع والده ربنا يخليهم، ما تعديش ثانيه غير لما تاخد رضاهم بجد. يعني فراق الاب ده صعب جدا. انا فعلا يعني يعتبر النهارده الخامس لوالدي رحمه الله. أيوة. عليه. فاللي هو انا حاسس ان انا السركينه سرقاني، يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني انت معانا النهارده في دنيا الاحتراف في الفقره بتاعتنا بتاعت سر النجاح. طبعا احنا بنشكرك ان احنا ان انت قبلت الدعوه بتاعتنا، على ان انت في ظروف المفروض ان يعني ان هي تبقى صعبه. الحمد لله. لكن انا عايزاك تقول، معلش يا احمد، في شباب بتعاصي ابهاتها، تقول لهم ايه؟ اقول لهم فقدان الاب صعب جدا بجد. انا مريت بظروف، يمكن المشاهدين من قرايبي لو شايفيني عارفين انا غلطت في حياتي كتير جدا، ووالدتي كان بيتقف في ظهري كتير جدا، والدي كان بيحبني جدا جدا، عشان كده كان كنت كل ما اقع يقول لي قوم وقف وما تغلطش واعمل. انا بجد يا جماعه اي حد والده عايش يا ريت ما يزعلهوش، يا ريت، الحياه دي صعبه بجد، العمر قصير، احنا كلنا بنوصل بعض، ودي امانه وراحت للي خلقها سبحانه وتعالى. فبجد يا جماعه فقدان الاب صعب جدا. اكيد طبعا. الله يرحمهم ويحسن اليهم. عايزه اسالك الفتره اللي جايه اعمالك الفنيه، هل في حاجه انت عاملها ولا؟ انا حاليا والله شغال في الافلام القصيره، لان حضرتك عرفت ان موضوع الاستاذ اشرف زكي قفل موضوع النقابه والكلام ده، وداخل في ورشه النقابه اللي عاملها الدكتور اشرف زكي. فباذن الله بعد ما اخد تصريح الورشه ان شاء الله يبقى في اعمال قادمه باذن الله. ان شاء الله يا احمد. طبعا انا عايزه الفتره اللي جايه، غير بقى ان هي شغلك، انا عايزاك بقى تقول لي ما بين توظيفه البترول وما بين التمثيل وما بين احنا عايزين، بس انا عايزه اخرجك من الايه، من المود اللي انت فيه.
في حاجه انت هتعملها في رمضان ولا انت موقف حاليا عشان خاطر الظروف اللي عندك؟ لا والله، هو كان في بس حاجه بسيطه كده اللي هو سيت كوم زي ما كنت انا اعملها الاول. كان اول دخولي في الميديا كان سيت كوم 100 سنه سينما، واكيد كنت حضرتك عارفاها. اه طبعا، مع الله يرحمه الله رحمه الله عليه. فالمفروض ان ان شاء الله الفتره الجايه دي ان شاء الله داخل في سيت كوم ان شاء الله في رمضان باذن الله تكمل على خير ان شاء الله. في اعمال تانية انت بتعملها؟ لا لا، حاليا ان شاء الله ما بفكرش في اي حاجه غير انا بس اشوف بس انا والدي كان عايز ايه الفتره الجايه دي عشان اقدر يعني اعملها، ومع اخواتي ومع امي. وموضوع الميديا دلوقتي ركنته خالص، انا ببص بس في حياتي الشخصيه حاليا. طبعا ربنا يبارك لك، واي حد عنده ابن اكيد زيك احنا بنفتخر بيه. ولازم يعني تخرج، انت هيبقى عليك مسؤوليه جامده جدا وعليك عبء، بس طبعا ده اكيد مش هيأثر على شغلك. لا انا قدها، لان والدي كان طول عمره ما هو عايش كان بيقول لي انت، انا شايفك حد كبير وشايفك انت قد مسؤوليه وشايفك حاجه كتير، فانا مش هينفع ما اعملش باللي هو كان بيقوله دوت. فان شاء الله باذن الله. طب انت كده مش هتظلم نفسك؟ في ايه بالظبط؟ ان انت تسخر نفسك. طبعا الوالده احنا كلنا طبعا تحت رجلين امهاتنا يعني. اكيد طبعا. هل ان انت هتبقى مراعي اخواتك البنات واخواتك الصبيان ووالدتك، هل انت كده مش هتفقد حياتك انت الشخصيه؟ بصي، طول ما انا واخد رضا امي انا ما يهمنيش اي حاجه تانية. انا اهم حاجه رضا الام، وان انا اكون سند لاخواتي، واي حاجه كان والدي بيتمناها ان شاء الله باذن الله هتتعمل وزياده ان شاء الله. اقف مع محمد ومع يحيى باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. فانا ما انا اهم حاجه اشوفهم كويسين واخد رضا الام. انا خلاص كده من بعد والدي ما فيش حاجه تاني اقدر ابكي عليها. ربنا يبارك لك يا رب في صحتك وفي عافيتك، وان شاء الله. طبعا انا سمعت ان انت ان شاء الله هتعمل عمر قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اول حاجه هتعملها طبعا، وبعد كده تروح اعمل له عمر باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يتقبل مننا جميعا ان شاء الله باذن الله. طب احنا طبعا عايزينك يبقى في حلقات كتير جدا. انا شايفه قصه الحاج نور معاك قصه كبيره جدا طبعا. فهي طبعا مش هتخلص في حلقه. يعني احنا عايزين حلقات عشان نقدر نتكلم فيها. اكيد. انا ويا جماعه انا جايبه لكم حاجه من الشخصيه اللي تقدر ان هي فقدت الاب فقدان كامل. احمد نور انا اعرفه معرفه شخصيه طبعا وزميل ليا، بس انا اصريت ان انا اجيبه النهارده في الفقره بتاعتي سر النجاح، وان شاء الله يكون معانا فقرات تانية عشان خاطر طبعا النهارده في ماتش الاهلي. بأخص طبعا ماتش الاهلي ده انا بتمنى الفوز طبعا. النادي الاهلي كان والدي رحمه الله عليه كان من مشجعين النادي الاهلي جدا، اللي هو عارفه انت المشجع العصبي جدا دوت. الله يرحمه ويحسن اليه. ان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه مع حياة أحمد نور بإذن الله الفترة اللي جاية. وانتظرونا الأسبوع الجاي القادم الساعة 5 من كل أسبوع. وتحياتي لفرقة العمل برنامج دنيا الاحتراف، وتحياتي لقناة الصحة والجمال بكل قصة العمل.